السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الثاني الابتدائي وشرح وحدة جديدة من منهج الكونكت. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على بعض الألعاب الرياضية وأنا أقدر ألعب فيهم أني لعبة وإيه اللعبة المفضلة عندي. هنمسك كده أول حاجة عندنا فوتبول. الصفحة دي من كتاب الباهر. عندنا كلمة فوتبول يعني كرة القدم. سويمينج السباحة، سويمينج سويمينج، كاراتي كاراتي لعبة الكاراتي، باسكت بول باسكت بول، باسكت يعني سلة يبقى دي كرة السلة، تنس تنس تنس، تيم تيم فريق، تيم فريق، سبورتس سبورتس يعني ألعاب رياضية، جيم هيت بول، سوكر سوكر، وات راكت، بات ويتش ويتش، with year who. ازاي نسأل عن الاستطاعة؟ كان قبل كده اتعلمنا ايه الحواس اللي موجودة عندنا وقلت ان انا اقدر مثلا قلت I can hear with my ear, I can see with my eyes. دلوقتي هستعمل كان ولكن في السؤال. فبنقول لما نيجي نعمل سؤال بكان، يعني مثلا لو انا عندي مثلا جملة زي I can play tennis، انا اقدر العب تنس، ممكن السؤال منها يكون ازاي؟ طبعا هبدأ بكان هنا، وكان معناها هل تستطيع. كان وهنا الفاعل السبجكت وبعد كده المصدر. طب تعالوا نشوف الحكاية دي، بيقول can you play tennis، انت تقدر تلعب تنس، راح قايل yes I can، نعم استطيع. يبقى can you في السؤال تبقى ايه يا حبايبي في الاجابة؟ تبقى I can. can you play basketball، no I can't، I can't اختصار لكلمة cannot يعني لا استطيع، واحنا قلنا النوت صاحبة ايه؟ النو، يعني ما ينفعش انا مجاوب yes واحط نو في الفعل. تعالوا مع بعض نوصف كل لعبة واحنا بنعمل فيها ايه. بيقول I kick the ball in football، يعني انا بشوط الكرة في لعبة كرة القدم. I hit the ball in tennis، بيبقى معايا مضرب وبضرب بيه الكرة. I throw the ball in basketball، بحذف الكرة في السلة لما باجي ألعب كرة سلة. يبقى كل لعبة هنا ليها طريقة، ان انا بشوط الكرة كيك فين؟ في لعبة كرة القدم الفوتبول. بعمل ايه يا حبايبي في التنس؟ hit the ball، hit يعني بضرب الكرة بالمضرب، hit the ball in tennis. طيب بالنسبة لي الباسكت بول، I throw the ball in basketball. تعالوا نحل الأسئلة دي. هنا بيقول choose I kick ولا hit the ball in tennis. افتكر كده التنس في مضرب، يبقى انا هضرب بيه الكرة يبقى hit. she can throw ولا kick the ball in basketball، في الباسكت بعمل ايه؟ برمي، برمي الكرة يعني throw. we can hit ولا kick the ball in football، ايوان في الفوتبول بضربها بايه؟ بماي فوت، برجلي، يبقى بشوط كلمة كيك. سؤال تاني هنا بيقول لي ماتش، وصل، مديني فوتبول، سويمينج، كاراتي، باسكت بول. الفوتبول يا جماعة اني واحدة في الصورة برافو اللي بشوط فيها الكور، يبقى هجيب هنا نمبر وان احطه هنا في السيركل دي. سويمينج السباحة، ادي الصورة هي، هنحط هنا تو. كاراتي عندنا هنا هنحط رقم 3، وباسكت بول طبعا اللي فيها باسكت اللي هي كرة السلة دي هتبقى نمبر 4. ثرو معناها ايه يا حبايبي؟ يعني يرمي. اني واحد هنا بيرمي؟ تعال نشوف هنا كل واحد بيعمل ايه. ده بيعمل ايه كده؟ هيت. لا ده بيعمل ايه؟ ثرو، برافو. ده بيعمل ايه؟ كيك. يبقى هنختار دي. عندنا هنا ده بيعمل ايه؟ كيك. فهنا كاتب لي كيك، يبقى نعمل دايره على كيك. كلمه تنس، تنس فيها مضرب، يبقى انا بضرب الايه؟ بضرب الكوره.
تعالوا مع بعض نعمل سبلاي للحرف الناقص. كاراتي، كاراتي حرف الار. باسكت بول حرف الاس هو اللي ناقص، باسكت. تنس حرف الام. تيم حرف الاي. سويمينج حرف الاي. فوت، فوتبول حرف الاو. بات اللي هو المضرب حرف الاي. هات ولا هيت، هيت حرف الاي. كيك حرف الاي. ثرو حرف الاو. بول حرف الاي. راكت حرف الكي. سويمينج هنرتبها ازاي؟ اس دبليو اي ام ام اي ان جي سويمينج. كيك كي اي سي كي. ثرو تي اتش ار او دبليو. بعد كده حبايبي بيعلمنا النمبرز 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Say, swim, drink, touch, watch TV, draw, turn, color, shoes, water, healthy, thank you, why. تعال نشوف هنا في الصفحة دي كل واحد من أصحابنا هيبدأ يتكلم عن نفسه. الولد ده بيقول my name is ياسر، بيقول انا اسمي ايه؟ ياسر. I can play football، انا اقدر العب فوتبول كرة قدم. I play in a team، مش بيلعب لوحده، لا بيلعب في فريق. I kick the ball، وكمان بشوط الكرة. I run، انا بجري. It is fun، انه شيء ممتع. البنت دي حبايبي اسمها ايه؟ بتقول my name is جانا، انا اسمي جانا. I can play basketball، اقدر العب basketball كرة سلة. I play in a team، برضو بتلعب في فريق. I throw the ball، انا برمي الكرة. عارفين ان احنا في الباسكت بنرمي الكرة في السلة. I put it in a basket، بحطها في basket. I run، كمان بجري. It is fun، انها ممتعة. هنا بيقول what does Jana play، يا ترى جانا بتلعب ايه؟ برافو، باسكتبول. who plays football، ومين هنا بيلعب فوتبول؟ شاطرين، ياسر. why do ياسر and Jana play sports to be healthy، عشان يبقوا بصحة جيدة. بس هنا قالوا it is fun، لان ده شيء ممتع. I am healthy، يعني انا بصحة جيدة. طبعا يا جماعة الانسان لما بيكون بيلعب رياضة لازم صحته تبقى ممتازة. I swim, I run and I play tennis. ليه بقى بصحة جيدة؟ عشان I swim، اسبح، اجري، وبلعب تنس. I swim, I run and I play tennis. دلوقتي انا عايز ابقى صحي، فهعمل ايه؟ هقول I drink water، بشرب مي. طيب It is your turn، هذا دورك. It is your turn، دورك. Thank you، أشكرك. I run، it is fun، أنا أجري، إنها متعة. تعالوا نوصل، يا ترى هنا فين ال 10؟ برافو، أدي 10 10، هناخد number 1 ونحطها هنا. 30 فين 30؟ برافو. 50 50 يعني ايه؟ 50. 70 هنبص هنا على مجموعة تانية من التدريبات. بيقول لي look and answer with yes or no، انظر واكتب yes او no. حاتم is healthy، حاتم هنا بصحة جيدة، هنقول no. يا ترى ايه السبب؟ لانه كاتب ايه فوقيه؟ weak، ضعيف. He plays tennis، بيلعب تنس. هنيجي عند yes هنا ونكتب yes. She drinks water، بتشرب مية. هنا بتشرب مية؟ لا دي بتاكل، يبقى هنعمل no. He watches TV، ايوه فعلا بيتفرج، هنعمل yes. بعد كده عندنا الحرف الناقص drink حرف ال I، healthy ال L، play ال A Y، eat يأكل،
10 عشرة حرف الـ E 20 حرف الـ W 50 حرف الـ I 80 80 اللي ناقص هنا حرف الـ I 30 30 حرف الـ I 100 حرف الـ U 90 حرف الـ E 70 برضو حرف الـ E. بيقول لي هنا look at the pictures and complete with. هنبص على الصور ونكمل بواحدة من الكلمات دي. I run. أنا بجري. It is a. It is fun. إنها متعة. I play in a. دول اسمهم a team. فريق. أنا أخد team دي نحطها هنا. My not is Jana. My a. My name. يعني اسمي. I am a. I am healthy. أنا بصحة جيدة. هناخد يا حبايبي مع بعض شوية فونكس. عندي في السواكن عندي جي ار وبي ال. جي ار هنطقها من غير فاصل ونفس الحكاية بي ال هنطقهم كأنهم جزء واحد. زي دي جري جرين جرامبا جراما. انما البي ال بلو بلاك. تعالوا نبص الكلمات دي. كات بيست لايك لوف favorite sport importance picture. اتكلم عن نفسي تاني واقول my favorite sport رياضتي المفضله is يعني ايه تكون verb to be فاكرين is football. رياضتي المفضله هي الايه football. I can play football استطيع ان العب كره قدم. I love football احب كره القدم. تعالوا مع بعض نطلع الـ odd one out الكلمة المختلفة. black green grandma. هنا gr وهنا gr يبقى الاثنين دول متشابهين. اللي مختلفة black grandpa gray blue. blue هي اللي مختلفة. ليه؟ ده بيبدأ بحرف G والكلمة دي بتبدأ بحرف G يبقى المختلفة blue لأنها بتبدأ بالبي. منى ندى احمد ادي بنتين ولد يبقى مين اللي مختلف؟ احمد. برضو هنبص على الصورة ونكمل بكلمة من الكوتيشن من الاقواس. his favorite a is football. his favorite a bravo sport لان سبورت دي رياضة. my father's father ابويا يبقى اسمه ايه؟ my grandpa bravo. my mother's mother طب امي اسمها ايه؟ grandma. trees are الاشجار تكون لونها ايه الاشجار؟ برافو لونها green. يعني ايه green؟ اخضر. هنرجع بسرعة على اهم الكلمات اللي جت في اليونت. baseball كرة البيسبول basketball football swimming team kick hit throw bat ball 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 gray grandma green grandpa black blue. can you play soccer? هل تستطيع ان تلعب كرة القدم؟ yes I can. no I can't. يبقى لو انا موافق هنقول ايه؟ yes I can. طيب no No, I can't. لا أستطيع. هلا can play tennis. هلا تقدر تلعب تنس. يبقى can زائد الحاجة اللي بعدها معناها إني أقدر أعمل الحاجة دي. She can't play basketball. بس ما تقدرش تلعب إيه؟ كرة سلة. It's your turn. إنه دورك. Thank you. شكرا. I am healthy. أنا بصحة جيدة. I swim. أنا اخر حاجة معانا برضو مجموعة من الصور. My name is جانا برافو. I know the ball. I ايه هنا بيعمل ايه؟ throw. برافو. My favorite color is green. I know the ball. بعمل ايه دلوقتي؟ I kick the ball. بكده ان شاء الله حبايبي نبقى وصلنا لنهاية الحلقة. انتظروني في يونت جديد مع فاطمة البنا. ولو قابلكوا اي حاجة مش عارفينها هتكتبوا في التعليقات. اشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.